طبعا شغله رائعه باهل مدغشقر لاحظتها، انه احنا هذا الدرجات سوق، ف لما نزلنا كان في كله باعة متجولين صافين يمين وشمال. هلا ملاحظين في غير هون كيس هي اللي قدامنا، غير هيك نظيف جدا، فلاحظتوا انهم بنظفوا بعد ما يخلصوا، وهذه يعني في كم شغله بسيطه بس لا تعد يعني بالنسبه لسوق شعبي. هاي يعني هذا بيعلمنا انه حتى الفقر لا يعني انه نكون وسخين، فنظافه من الايمان. يعطيكم العافيه وهم نتعلم. هذا هو الدرج اللي صورناه امبارح بالليل اللي هو السوق الشعبي، شايفين كيف صار السوق، شفناه امبارح بعد ما